لا نصيبك خير. الله ما يكسفونيش. لا في الضرايب والاسعار دايما نصيب رزقك واسع ما تقلقش. تعرف ايه عن قانون القيمه المضافه؟ كيف المضافه ده خربت بيوتنا والله، كل حاجه غلت، رز غلي، سكر غلي، كل حاجه، مفيش حاجه رخيصه خالص. احنا تعبانين، احنا الشعب تعبانين، انتوا بتغلوا وهما بيغلوا. السلع كلها زادت، هو بيقول لك الالبان معفاه والحاجات والجبن والحاجات دي واللحوم والحاجات دي، بس كله دلوقتي يعني واخدها بيقول لك قيمه مضافه يغلي كل السلع. خضار غال وده غال، واشتغلنا عارم اشتغلت ورجاله اشتغلت، نعمل ايه تاني؟ الاقتصاد بينهار والناس تعبانه، مفيش مراعاه لمحدود الدخل. الحكومه دي حكومه جامعه اموال من الناس، من الشعب بس، ويقول لك ايه احنا بنساعد محدود الدخل. اقسم بالله ما عاوزين يجيبوا لودر ويدفنوا محدود الدخل. كل حاجه بنزل اشتريها باضعاف الاسعار، اكتر حاجه بتؤلمني اسعار الدواء. الاسعار غليت جدا، كنا بنجيب اللب ب 40 جنيه دلوقتي بنجيبه ب 60 جنيه اللب الابيض من التاجر. لا الحاجات بقت غاليه جدا والله العظيم، احنا ملايين العيش ناكله والخضار بقى غالي جدا ومش عارفين نعيش والله. الاول بازمه الدولار وبعد كده القيمه المضافه 3%، ما فيش سوق، ما فيش ناس بتنزل تشتغل علشان السعر مش ثابت. في الظروف اللي احنا فيها وكل حاجه عماله تغلى تغلى تغلى، يعني اهم حاجه هتبص ليها اصلا ما فيش زيادات اصلا في رواتب البني ادمين، الناس اللي شغاله في البلد عشان خاطر هم يزودوا حاجه. حرام حرام حرام، الواحد يعني يروح الواحد يجيب حاجه بسيطه كده يدفع قد كده في حاجه ما تسواش، حرام الناس تعبت.